نبدأ أخبارنا مع فريق زد اللي فاز على فريق سموحة بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد اسكندرية ضمن الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد فريق زد إلى النقطة 36، محتل المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 31 في المركز السادس. فريق الإسماعيلي حقق الفوز على فريق الداخلية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الأسبوع 22 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل الإسماعيلي المركز 12 بجدول الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يقع الداخلية في المركز 18 والأخير برصيد 11 نقطة. والبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي استدعى 3 لاعبين محترفين لمعسكر يونيو اللي جاي، وهم عمر فايد لاعب نوفي ستار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنغلادباخ، وبلال مظهر لاعب باثانايكوس. كمان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس فاز على منتخب البحرين بنتيجة 32-25 في معسكر المركز الأولمبي بالمعادي، وده في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024. كمان نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أعلن تنظيم حفل وداع لمديره الفني الألماني يورجن كلوب، واللي هيرحل بنهاية الموسم الحالي بعد 9 سنوات قضاها مع النادي. كمان كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية عن قائمة اللاعبين الشباب المرشحين لجائزة الأفضل في مسابقة البريمير ليج، وبتشمل القائمة 8 لعيبة هم إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا أرسنال، وكول بارمر تشيلسي، وكمان فيل فودن مانشستر سيتي، إيزاك من نيوكاسل يونايتد، وكوبي ماينو مانشستر يونايتد، وويليام ساليبا أرسنال، وأوديجي من توتنهام.